توضيح الصادقة من أبو رأس رئيس حزب المخانيث والزنا ونائبه يحيى علي الراعي. بعد كذا تليفون بس يحمد علي المحسن الأحول اللي بغل في المكتمل بيقول حاضر حاضر آسف وميت آسف على التأخير زي ما يقول على الحوذة. سألوه وان قال آسف وميت آسف يوم الدولة 300,000 دولار. قال له أبي استرف ذا من قيادات انصار الله. قال آسف وميت آسف آسف وألف آسف وعصر رقبته لا عنده. انتو استخدموا الأسلوب هذا ذي قلت لكم وتليفون لا تتصلوا له قبل تنفيذ العمل هذا. أول شيء كسر ناموسه ولا تخافوا والله ما عاد معه واحد لا أهل شبوه. واسألوا ابن الوزير لا ابن فريد عوض محمد واسألوا ابن حبتور تقولوا يا ابن حبتور تقبل أن تكون في صف زنو ضد ملك من يحبه يتآمر عليه زنو ما يقول لكم لا. سألوا لا يقول لكم لا أشراف ولا غيره ولا حد معه كذاب أبوه بس يهنجم على الناس يهنجم على الناس متسلط بجحره واستموه لحوله زنو وشبوه وشوفوا أش يقول لكم. كسروا ناموس أبوه بعدين قلوا له بالفيلم كامل يا لحول في الشارع بيقول حاضر على راسي أحمد علي وبيخنث ثا ويخنث غازي وغازي يخنث ويخنث أمه في الشارع وبعدين انتفوا البيت خلوه للحارة ينتفوا بيت ديادة كسروا أبوه وخلوه خرابة على مسؤوليتي أنا المسؤول أمام الله وخلقه حقول أمور انتوا انتهيتوا انتوا حسبكم حسب المخانيث والزنا نسيت ما بيقلوا. إذا رفض بعد كذا بعد ما تهينوا أبوه بهذه الطريقة اتصلتوا لأحمد للشيخ أحمد صالح الطاهري الشيخ مشايخ الطاهر ولا للسيد عبد الملك هم بيخلوه يخرج الفيلم سهل. الفيلم ترام بعدها أرسل لي رسالة قبل يومين هو اعترض على الفيلم في هوليوود قال قضية الطفل وما الطفل هذا إيش الحكاية وقفوا تسجيل الفيلم غير كامل. الزنا وزنا بأمه قبل ما يزني بزوجة الملك وزنا بأمه ما طلع أنه زنا بأمه في الفيلم بس صور دي على الفيلم الملك لكن دي على نفسه ما صور. لازم الفيلم يكتمل يا قيادة حزب المخانيث والزنا.